السلام عليكم تلاميذ، في هذا الفيديو غندير الامتحان تصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك المهنية الدورة العادية 2022، المادة الفيزياء والكيمياء، شعبة الهندسة الكهربائية، جميع مسالك شعبة الهندسة الكهربائية. فوالا، بالنسبة لهذا الفيديو غندير فيه التصحيح ديال التمرين الأول اللي عليه 4 نقاط ديال أون سونور و ديال ديزانتيغراسيون دو ليود 131. Voilà, on passe à l'énoncé de l'exercice. Voilà, partie A, c'est une propagation des ondes sonores dans l'air. Donc, pour déterminer la célérité des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental représenté sur le schéma de la figure A. Ce montage est constitué d'un émetteur E et d'un récepteur R. Donc, E, c'est un morcille. R, c'est un récepteur ou un mustaqbil. Et R, c'est par R, visualise à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, c'est-à-dire un système informatisé qui peut configurer le PC. Il peut être contenu à l'oscilloscope, à la fois le signal A émis et le signal B aussi. Voilà la figure 2. La première question, recopie le numéro de la question et répond par vrai ou faux. L'onde sonore est un onde transversale. حنا تنعرفوا ان لونت سونور كوم يعني داخل في هذاك العائله ديال الموجات ديال الرسور. الرسور است الموجه طوليه ماشي مستعرضه، سي تادير لونغ كويتيدينال، سي با ترانسفيرسال. دونك لوند سونور سي تان لونغ سي تان اوند لونغ كويتيدينال ماشي ترانسفيرسال، يعني تيكون لو سونس دو بروباغاسيون اي لو ميم sens de déformation ou de déplacement. Donc le déformation ou déplacement. Donc le sens de déplacement est le même sens de le même sens de propagation. Donc c'est un faux, n'est pas transversal. L'onde sonore ne se propage pas dans le vide. Bien sûr, vrai. علاش حيت au niveau les نرجعوا l'onde sonore c'est un onde هي تتنتشر في الموجات لانغويتيدينال، تتنتشر في الموجات في حال الوسط ياك. نورمالمون حنا ملي تنشوفو الوسط اللي هو لير تنقولو راه ما كاينش، كاين فراغ. لا، كاين واحد ديفيرونس اونتر لير و لو فيد، حيت لير كاين الهواء. الا جينا نديرو واحد الدراسة ديال هداك البارتي ديال الهواء ديال هاد الفراغ، هاد لير كاين الجزيئات ديال اش دوزو، ديزولي، كاين الاش الهيليوم، كاين مجموعة من الذرات اللي سميتو. إذا وكاين الهواء، دونك وكاين الأكسجين. دونك الوسط اللي تنعيشو فيه حنا ماشي فراغ. دونك وحنا تنعرفو أن الموجات الصوتية أش تنتشر خاصة واحد البريسيون، خاصة تنتشر لوبجيكتيف ديالها، وخاص يكون عندها واحد بحال تنقول حنا متنهدرو هاد الصوت اللي تنسمعو دابا اللي تنهدرو تنتقل في الهواء، ضروري يكون الهواء. الا ما كانش الهواء ما غاديش نسمعوا شي حاجه. دونك الا شدينا واحد القاروره وخويناها من الهواء بشكل كامل وهضرنا فيها ما غنسمعوا والو، حيت ما كاينش فيها لا ماتيير. دونك في الموجه الموجات دونك الموجات هاد الموجه الصوتيه خاصه ضروري وسط اللي تنتشر فيه اللي هو الوسط هو الهواء، ضروري يكون الوسط. دونك هي لو فيد ما تتنتشر فيه، لو فيد راه خاوي ما كاين لا هواء لا والو. دونك حنا نديرو ديفيرونس اونتر ان الهواء راه ماشي هو لو فيد، لو فيد راه هو ما كاين والو، ما كاين لا هواء لا حتى حاجه. دونك لونت سونور نو سو بروباك با دو لو فيد، سي فري. شوازي parmi les propositions suivantes celle qui existe. En exploitant la figure 2, on trouve quelle valeur de la dérivée de t, mais هنا غادي نستعملو هذاك la figure 2 ونديتيرمينو dt. Et après on calcule la vitesse. Voilà, partie 2, désintégration de Liud 131. Liud 131, voilà à l'énoncé. Je crois très clair. Voilà à les questions.
Voilà, maintenant je passe à la correction. Voilà, à التصحيح ديال الامتحان الوطني. بالنسبة للإكزيرسيس أ، البارتي الأولى، لون سونور، فوالا، البخوميييغ كيستيون قلنا سي تان فوس، لون سونور سي با إن أوند ترانسفيرسال، سي تان أوند لانجوتيدينال. إسكو لون سونور سو بروباغ دون لو فيد؟ جو كخوا نرجع للكيستيون، قال فوالا هنا سي سي فغي ان دو سي فغي لوند سونور نو سو بروباغ با نو سو بروباغ با دون لو في يعني الكيستيون لي كون كان فو يكون كان دارو سو بروباغ هما داروك نو سو بروباغ با سيتادير النفي قال لك راه هاد لوند سونور لا تنتشر في الفراغ اذا تيبقى الجواب صحيح دونك هذا غير هنا ديزولي هنا تنديرو ماشي فو تنديرو فغي نديرو فغي نو سو بروباغ با كيما شرحت قبيله ان ضروري يكون حل حل وحل الماتي الماتي حل الميليو اش انتشر فيه سميتو اللي هو الهواء دونك هنكالكيليو دي تي نرجعو للشكل فوالا اش نكالكيليو دي تي من اش غنطلقو تنطلقو من هنا من هاد البوه حتى لهاد البوه فوالا قلنا غيكون هنا شحال من كارو غيكون الاول جوج ثلاثة اربعة خمسة دونك نكالكيلو خمسة خمسة لي كارو نضربهم في 0.5 اللي هي هادي عندنا 0.5 ملي سكوند بار ديف سيتادير بار كارو دونك غتخرج لنا هي 2.5 ملي سكوند ماتنو نكالكيليو لا فيتيس بويسكو عندنا ديلتا تي وعندنا ال دونك حنا لا فيتيس شنو هي لا فيتيس هي ال سير ديلتا تي ديلتا تي كالكيليناها دابا وصافي غنلقاو لا فيتيس فوالا لا كوريكسيون لا ريبونس صحيحة هي بي 2.5 ملي سكوند و ابخي نكالكيليو لا سيليغيتي لي غتلقاوها صحيحة هي هادي هي سي 340 ماتنا اون باس لابليكاسيون فوالا عندنا الدلتا تي تساوي 2.5 ملي سكوند دونك لا ريبونس بي صحيحة نكالكيليو الفيتيس هي ال سير دي تي جرافيكمون اون دي تا تي تساوي 2.5 ملي سكوند دونك في راه هي 85 تنحولوها للمتر 85 في 10 ناقص 2 في سيغ 10 بوسوس مون 3 ديال فيتيس فوالا 85 في 10 ناقص 2 علاش حيت ال عندنا تتساوي 85 سنتيمتر وعندنا ديتا تي 2.5 في ملي سكوند دونك هنا راه 2.5 في 10 ناقص 3 ربما غير نسيتها ولكن تنديرو ابليكاسيون ديما تلقاو 340 متر بار سكوند هي هي سي فوالا هاد لي زابليكاسيون نيميريك هذا ني با دوموندي حنا غير غنكوشيو دونك غنكوشيو على سي ماتنو جو باس بارتي دو فوالا عندنا ديزانتيغراسيون دو ليود ليود 130 تايه اي غاديو اكتيف بي موه دونك حنا تنعرفو ان بي موه توجو ترجعو للكور عندنا بي موه هي انه واحد اليود سيتادير واحد الاتوم تتعطينا اوتر اتوم اللي هي اكس عندها الا ديالها او زد ولا نومبر دات نومبر زد بليس الكترون الكترون معروف ان الا ديالو زيرو وعندو الزد منزع دونك هذا هو بروميير كيسيون تنديرو ليكواسيون دي زانتيغراسيون دو ليود فوالا ليكواسيون دي زانتيغراسيون دو ليود ليود تعطينا اوتر اتوم اللي هي عندها الا ديالها والزد ديالها بليس الالكترون ماتنو بوغ ديتيرميني هاد الاكس هادي بيان سي غاديتيرمينو هاد الاكس هادي ابارتيغ للطابلو خاصنا ديتيرمينيو ا والزد بيان سي غانوتيليز لو لوا دو سودي كاين لوا واحد اللي يمكننا نستعملوه توجور هو لوا دو سودي سولو لوا دو سودي اونا هاد الا ديال اليود اللي هي 131 تتساوي الا ديال
ديال اكس بليس ال ا ديال الالكترون اللي هي 0. دونك فينالمون غادي ديريكتومون غنلقاو ان ا هي 131، يعني ا ما تتبدلش. عاونا زد زد ديال اليود اللي هو 53 تساوي لنا زد ديال ا ناقص بليس زد ديال الالكترون اللي هو ناقص 1. دونك زد ناقص 1 فينالمون غنلقاو زد تساوي 53 زائد 1 اللي هي 54. دونك هنا ا 131 زائد 54. اش نديتيرمينيو هاد لاطوم هادي؟ ترجعوا للطابلو مباشرة، ترجعوا للطابلو ولا هاد الطابلو تنشوفو 131 فوالا هاي هي الاكس او. فوالا عندنا هنا تنرجعو هي الاكس او. دونك الاكس اللي كنا تنكالكليو هي الاكس او 131 54. فوالا هنا تتولي عندنا الاكس كما قلنا هي الاكس او، والكواسيون دي زانتيغراسيون تتكتب على سو فورم هاد الشكل هذا. Maintenant on va calculer l'énergie libérée. يعني ان هذاك اليود كان عندنا واحد لاطوم اللي هي اليود، من حدث ليا ديزانتيغراسيون شعطاتنا عطاتنا الاكس بليس الكترون، مي كاين عندنا واحد لينيرجي ليبيغي تتحرر لينا واحد لينيرجي، اي ذره تتشتت تنسمو ديزانتيغراسيون تتعطينا انرجي بحال التفاعلات النوويه، هذاك المفاعلات النوويه، المفاعلات النوويه اللي كاينه غير المغرب ما عندوش المفاعلات النوويه، معروف انها تعطي واحد الطاقه كبيره ولكن فيها واحد الدونجي خطير. البرانسيب ديالها هو هذا، ان تكون عندنا واحد الذره ديال اليورانيوم وترسلوا ليها واحد الالكترون ولا ترسلوا ليها واحد الاتوم اللي تدير ليها ديزانتيغراسيون تتفرق، من تتفرق تعطينا اوتخ اتوم بليس واحد الالكترون ولا سميتو واحد سميتو، ولكن تتعطينا واحد لينيرجي اللي هي هذيك لينيرجي هي اللي تيحولوها للكهرباء. دونك اي اتوم تتشتت تتفرق تتعطينا انرجي، واي اتوم تتجمع دونك يمكن لنا نديرو بشكل عكسي، كي يكونوا دي زاتوم شتين اتوم شتين ومن بعد حنا تنبغيو نجمعوهم، دونك اش خاصنا نديرو؟ ماشي هما اللي تعطيونا انرجي، حنا اللي تنعطيهم انرجي، تنعطيهم انرجي وتتجمعوا تتجمع، تكون بحال لي زاتوم شتين بحال هاد مثلا هاد اكس او نبغى نرجعوها لاي، خاصنا نعطيوها حنا اللي نعطيوها انرجي ترجع لينا اي 131 53. لكن دابا من تتحول من اي لاكس او هي تتعطينا انرجي. دونك حنا لوبجيكتيف ديالنا هو نكالكيليو هاد الانرجي، تنعرفوا حنا هاد الانرجي اللي غتعطى سي انرجي بوزيتيف، دونك توجور غتكون بالفالور ابسولي. علاش هي نورمالمون؟ دابا تنشوفوا الام، دونك غنرجعوا دلتا او لينيرجي اللي باغي هي الفالور ابسولي ديال او افون او ابري. افون شنو هي؟ يمكن كانت عندنا غير اي او افون قبل، يعني قبل تشت افون ديزانتيغراسيون كانت عندنا غير او. تنستعملوا توجور هذاك لاغولاسيون دانشتاين اللي هي ام سي او كاري، دونك ام اللي كانت عندنا هي ام ليود ام سي او كاري، راه هنا ام فوا ام سي او كاري، دونك هنا بحال دونك ام سي او كاري، غير حنا تنعملو بالسي او كاري حيت مجموع فيهم، ناقص او ابخي، او ابخي راه هي الام ديال اش؟ ديال الام ديال اكس او بليس الام ديال الالكترون، لكن عندنا حنا الموا تتولي عندنا موا ام ديال اكس او موا ام ديال الالكترون في السي او كاري. غنعوضو الام، راه عندنا لا فالور ديال الام ديجا دوني في لينونسي، ولا فالور ديال اكس او ديجا دوني في لينونسي، وعندك لا فالور ديال الالكترون راه ديجا دوني في لينونسي. فوالا تنجمعوا هادو، ما تنحولوش ما تديروش تحويل، تنخليو داكشي بالاي ديريكتومون، تنخليو بالاي و السي او كاري ما تنعوضوهاش. انا هاد لاستيس هذا اش ما نوقعوش في مشاكل في لابليكاسيون ديال ملي تنخليو السي او كاري، تنخليو هذا تنخليو بالاي. من بعد عندنا حنا هاد حسبنا هذا، عاد تنعوضو الاي، الاي تنعوضوها بالوحده ديالها. الاي عندنا هي راه الوحده ديالها هي هذه 931 من بار سي او كار، تنختازلو بالسي او كار تخرج لنا هي 0.460 مي هذا راه ميجا مي تخو فوت، يعني راه ماشي مضروبه في 10 و6، ماشي حاجه كبيره. فوالا هذا هو ماتنو غنباسيو البارتية ديال أو انجيكت أن باسيون، باسيون هو الإنسان ولا شي
باسيون يعني ان انستون شوازي بحال التلقيح هذا تنديروا ليه واحد جرعه ان انستون شوازي كوم اوريجين لي دات تي تساوي زيرو بحال لا دات تي زيرو تندخلوا في واحد الجسم بحال لا دوز دين سوليسيون ديود 131 داو لاكتيفيتي اسات انستون اي ا زيرو لاكتيفيتي ديالو في تي زيرو هي 4 في 10 اسر 10 اس 6 جو كخوا هاديك 10 اس 6 متبانش مزيان 10 اس 4 المهم ديس بوستونس 4 جو كخوا غادي نشوفوها في لابليكاسيون فوالا لو كونفيغ 3 قالك نشوفو ديريكتومون ديتيميني جرافيكمون لا دومي في تي ان دومي دو ليو 131 حنا تنعرفو اش حنا اش باغي نحدو تي ان دومي دونك اش غنحدو تي ان دومي عندنا في تي ان دومي عندنا داك هو نصف ديال النشاط ديال ا عندنا ا هي 4 في 10 اس 10 اس 6 دونك اش ندير النصف ديالها هي 2 في 10 اس 6 دونك غنجيو هنا في هاد الجوج وغنديرو لانتيرسيكسيون غنلقاو 8 جوغ دونك تي ان دومي هو 8 جوغ On utilise la loi de croissance radioactive déterminée en jour l'instant T1 ou l'activité A1 de la dose injectée au patient égale à 5% de son activité initiale. Demain, mettre le gel injecté 5%. Achète 5%. Il y a 5 sur 100. Fais A0. 5 à la 100 fait A0. Adi A1. A1 c'est 5 A0 à la 100. دونك صافي ابري تنطبقوا هاد لا لوا هذا وتنديتيرمينيو تي ا فوالا لا ريبونس هنا قلنا كالكيل تي ان دومي قلنا ا تي ان دومي تساوي ا زير سير جوج جرافيكمون قلنا ا زير سير جوج هي جوج في 10 و6 فوالا ديك تي 10 و6 دونك تي ان دومي سي 8 جوغ ماتنو كالكيلي تي ا دابا الكيسيون اللي تي شويه ماشي صعيب فيه غير هي شويه التركيز حيت تبقى يتعاود كل عام يعني تتبقى كل عام يتعاود سواء مرات يدوموندو كالكيلي تي مرات يدوموندو كالكيلي ا المهم عندنا اون ا تي تساوي ا زيرو اكسبونونسيال موال لاندا تي فوالا ا تي تساوي تي ا فوالا تتولي عندنا ا تساوي ا زيرو اكسبونونسيال موال لاندا تي ا لوبجيكتيف ديالنا هو نكالكيليو هاد تي ا فوالا هنا باسكو عندنا الاكسبونونسيال دونك غنستعملو الالين دونك هاد الأ هاد الأ زيرو غنرجعوها مع الأ أ دونك غتولي عندنا هي الأ أ سير الأ زيرو تتساوي الاكسبونونسيال موال لاندا تي أ دونك غادي ندخلو الالين دونك الالين ديال أ أ على أ زيرو هو موال لاندا تي أ دونك هاهو الإكسبريسيون ديال تي أ بانت لينا دونك دابا تنحطو الفورميل فينال تي أ راه هو الين دو أ زيرو سير أ أ حنا قلبنا هاد قلبنا حيت نورمالمون هي موان الين ديال ا على ا زيرو ولكن هنا تنعرفوا ان الالين ديال ا على ا زيرو هو موان الين ديال ا زيرو على ا دونك الموان تتمشي تصير لاندا تن اور عاونا لاندا هي الالين دو سير تي ان دومي اي ا هي 5 على 100 في ا زيرو كما قلنا قبيله دونك هنا راه غتولي ال ا زيرو على اللي جينا نديرو ال ا زيرو على ال ا واحد راه هي 100 على 5 داك ال ا 1 على ال ا 0 تساوي ا 1 على ال ا 0 راه هي 100 على 5 تساوي 20 فينالمون تي 1 دو تي 1 تساوي الين دو 20 الين دو 2 سير تي ان دو مي اللي هي الين دو 20 سير الين دو 2 فوا تي ان دو مي اللي هي 34.575 جوغ تي ا تساوي 34.575 نرجعنا للكورب نشوفوا هاد القضيه واش صحيحه ولا ماشي صحيحه فوالا هنا الكورب باش نتاكدوا من ان الجواب ديالنا صحيح ولا لا فوالا حنا عندنا 50% ديجا كالكلينا 50% قلنا هي 8 جور 50% ديجا كالكلينا لقينا 8 جور دونك 5% فين غتكون 5% نورمالمون غتكون هنا جينا 5 يمكن نحسبوها 5 في 4 10 و 6 على غادي نلقاوها 20 فوالا في الكورب غنلقاو تقريبا هذا هو البوه اللي بالزرق اللي هي اللي جينا نحسبو غنلقاو تقريبا 34 فاصله شي حاجه جوغ فوالا سا سي لا فا ديال الفيديو كوراج